تبدو حكومة العدالة والتنمية متناقضة مع ذاتها، حائرة في متاهة لا تنتهي إلا لتبدأ، بين كونها حكومة تحكم تارة وحزبا يعارض قوانين الحكم وأعراف تسيير البلاد تارة أخرى. أمانة العامة ديال الحزب العدالة والتنمية اجتمعت باش أنها تقول بأنه حميد الدين بريء. واش الأمانة، واش الأحزاب هي اللي تتبري ولا القضاء؟ فأنا في نظري أنه كاين واحد تجاوز الحدود من طرف المدافعين على حميد الدين، من طرف رميد سير استقل من الوزارة ديال حقوق الإنسان وأجي لبس البدلة ونزل نسمعوا منك هذا القانون اللي تتعرف أنت، ولكن لا حق له مش يهاجم القضاء بك الطريقة. فمن سخرية الأقدار أن شبهة تورط حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري لتجيد بن عيسى سنة 93-901 بمدينة فاس ظلت خبيئة الزمن الدوار وغلاغل ذاكرة رفاق القتيل تنتظر حتى يصعد إخوان الأمس إلى سدة الحكم لتضعهم في امتحان عصيب وموقف محرج. وما تنساوش رحنا كنا في الحكومة ورحنا باقين في الحكومة، ولهذا لن نسلم لكم أخانا. حصة الأسد من حمرة الخجل المفترض كانت من نصيب رجل أزاح عنه عباءة المحامي السابق وهشم ميزان عدل الوزير السابق أيضا، وخرج على الباقة الحقوقي الأول في المملكة كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أؤكد لكم أن القضاء مستقيم في وضعية مؤسسية تقول بأن السلطة التنفيذية لها دور أو علاقة مع القضاء، لا نتدخل في القضاء مطلقا. وزير العدل الذي يحدثكم يقول لكم بملء فيه بأنه خلال سنتين وثمانية أشهر لم يتدخل في قضية واحدة ولا ربعها ولا ثمنها. وهكذا من حيث يدري ولا يدري خانت الظروف مصطفى الرميد، فظهر كأنه يقول وينسى في تجل واضح لازدواجية الفكر، لكأن الرجل شخصية أرويلية، موظف في وزارة الحقيقة، مسؤول عن الدعاية ومراجعة التاريخ، وعمله وتغيير الحقائق التاريخية بحيث تتفق مع ما يعلنه الحزب على الدوام. وإذا كانت عائلة بن عيسى تصر على المطالبة بدم ابنها المغتال، فإنها تؤكد أن حقها مفرغ من أي تسييس، متشبثة بمواطنة حامي الدين لا صفته الحزبية والبرلمانية. غير أن حزب العدالة والتنمية قد أعلنها حربا على مؤسسة القضاء، وهنا تقول البديهة أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن وشائج الحزب أقوى من نوازع السياسة. لكن يتجيد بن عيسى ذلك الطالب التوجه اليساري الذي كان غريما وخصما للإسلاميين في الفضاء الجامعي، سواء أكان حامي الدين بريئا من دمه أم مدانا، فذلك مرده للقضاء، فهو صاحب الكلمة الفصل بعد ربع قرن من الزمن قد حاصر إخوان حامي الدين سياسيا وأخلاقيا ودينيا وأسقط عنهم آخر أوراق التوت.